بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. لا يسأم من كثرة الطلب سبحانه، إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نرحب بكم ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحاب هذا البرنامج الخيري الذي يعود إليكم في موسمه الثاني. نسأل الله لنا التوفيق والسداد إن شاء الله عبر قناتكم، قناة الخامسة. نحاول في هذا البرنامج أهل المعروف أن نحقق إن شاء الله بإذن الله أن نحقق قيم التكافل والتراحم بيننا كي نبني هذا الوطن ونحافظ عليه بإذن الله. موضوعنا لهذا اليوم سيتمحور حول استمرارية العمل الخيري، خيرية بلا حدود. يشاركني في هذا الموضوع كل من الأستاذ عيسى الأخضر رئيس جمعية جزائر الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. أيضا معي الأستاذ عمار شرفي رقبة مختص في الشريعة الإسلامية، أهلا وسهلا. بارك الله فيك أخي إبراهيم وبالمشاهدين الكرام. إن شاء الله. أيضا معي ممثلة جمعية قوافل الخير بليدة الأستاذة هاجيرة عيساني، أهلا وسهلا. أهلا بك يا إبراهيم، بارك الله فيكم على الدعوة. نعم، ربما أبدأ الموضوع مع الأستاذ عيسى. خيرية بلا حدود، يعني نحن أمة خير وأيضا ليس لها حدود، لا زمني ولا جغرافي. نحن خرجنا من رمضان، مناسبة رمضان العظيمة، وحيث الأعمال تكثر، أعمال خيرية. بعد رمضان ماذا يكون؟ عبر اتصالات الجمعيات هناك نوع من الركود الخيري، هل هذا طبيعي بالنسبة في رأيك؟ شكرا جزيلا لكم على الدعوة، وشكرا على طرق هذا الموضوع حتى يبقى موضوع العمل الخيري مستمر دائما. ودعني في البدء لعل من التعريف الذي يجهله كثير من الناس أن الخير، أو إذا قلنا العمل الخيري، مصطلحه وليس أن تحسن مرة هنا وهناك، وإنما من معانيه الاستمرارية الدائمة، من معانيه العمل الجماعي. نعم. من معانيه التنظيم والترتيب والإدارة الحسنة. نعم. إذا كان العمل الخيري هذه المواصفات التي نستنتجها ونستشفها من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف ومن سيرة سلفنا عبر كل القرون، حينما كانت مؤسسات الوقف ومؤسسات للخير دائمة ومستمرة، كان الإنتاج والعطاء باستمرار. صحيح أن فيه محطات هناك فيها التركيز، محطات فيها الترغيب، ديننا يرغب في محطات تقوى في يوم في الأسبوع، الجمعة لا يمكن أن نسويها بالأيام الأخرى في العطاء وفي العبادات، رمضان لا يمكن أن يسمى بالشهور، يسوى بالشهور الأخرى، لأنه ترتفع فيه ذروة العطاء والاجتهاد وتقديم الخير صوما صلاة صدقة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائدنا وقدوتنا كان كالريح المرسلة وكان الجواد أكثر ما يكون في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان وفي أواخره أكثر من بدايته. فلا مناص ولا ضير في أن يكون العمل الخيري محط فيها الذروة سواء على مستوى الأسبوع أو السنة أو الشهر، ولكن الاستمرارية الدائمة من طبيعة العمل المؤسسي والعمل الحضاري الذي يرافق كل إنسان، كما هو الأذان عبر الكرة الأرضية لا يتوقف لحظة واحدة، وهو يحمل نداء دعوة إلى الصلاة ودعوة إلى الفلاح، والعمل الخيري من ميدان الفلاح ينبغي أن لا يتوقف ويستمر. فقط إذا شئت ربما ثاني لابد أن نقف عند مفهوم بعض الناس يتصورون العمل الخيري انقطع مثلا في رمضان وتوقف. نعم. ظنا منهم أن العمل الخيري هو عطاء وتقديم اللقمة بشكل كبير ومطاعم للصائمين ولعابر السبيل وكثير، ولكن العمل الخيري مجالاته عديدة. العمل الخيري هو أفعال، العمل الخيري هو أقوال. نعم. العمل الخيري هو التكوين، العمل الخيري هو مرافقة، العمل الخيري هو إصلاح ذات البين. وهناك محور لا يعني الناس لأنهم لا يتلقونه مباشرة، وهو أيضا مراحل فيه للتكوين، ولذلك بعض الجمعيات الخيرية، ولا أقول لعل نحن منهم ولعل بعض الجمعيات الأخرى، أنه فترة الصيف بعد رمضان بمقدار ما تكون العملية كبيرة لابد من تقييم، لابد من اجتماعات، ولابد من عقد لقاءات للتكوين والتدريب
والتأهيل حتى ندخل محطة جديدة وندخل السنة القادمة ندخلها بأناس لهم كفاءة، بأناس قد استجمعوا، بتقييم قيمنا الحصيلة، ونعطي رؤية أخرى سنوية لسنة اجتماعية جديدة نقدم فيها عطاء أكثر، كما هو في الجانب العباداتي. يعني بعد رمضان تشرئب بالعناق إلى أن الصوم لا ينتهي، فيه أيام للفضل والست من شوال، يعني بقية السنة ينبغي أن لا يغفل فيها على الصوم نهائيا، ينبغي أن لا يغفل فيها على الصلاة، فكذلك العمل الخيري لا ينبغي أن يغفل، ولكن تعد العدة، لأننا في حينما نتكلم عن العمل الخيري نتكلم عنه في محطات متعددة، العمل الخيري في الشتاء، العمل الخيري في الخريف، في الصيف، العمل الخيري بالنسبة لأصحاب الإجازات، والعمل الخيري يتكيف مع أصحاب الإجازات. مثلا أعطيك على سبيل المثال، مثلا الآن 60-70% من مناطق الجنوب كلها في الشمال الآن، عندنا بعض المكاتب أحيانا يبرمج أشياء لا يوجد من يقبل عليها، يقول كل الناس نزحت، يعني لأنه في الصيف الناس من الحر له خاصة العمال والموظفون يتنقلون. ولذلك الآن حسنا تفعل الجمعية الخيرية حينما تقيم مدارس صيفية للتعليم القرآني للإجازات على شطآن البحار، من أجل أن يكون الاستجمام وتغتنم فرصة الفسحة، لأن يكون معها تعليم، يكون معها تنظيم، يكون معها تلاقي، يكون معها نقل التجارب إلى غير ذلك. أما العمل الخيري ففي مضمونه لا ينبغي أن يتوقف. ربما الهوات الذين يعملون العمل الخيري من حين لآخر فيقعون في مطب، وهو أنه يشبهنا بالعمل الإحساني مثلا في المفهوم الكنسي، وهو أن نقدم لقمة أو نقدم لفقراء مساكن أو قفة ففي مرحلة رمضان وتنتهي، لكن هذا جزء بسيط من العمل الخيري. أما العمل الخيري بكل محاوله يتوقف. أعطيك على سبيل المثال، نحن في هذه الأيام مع التزويج اللي يعني العرسان باستمرار يوميا نقدم المساعدة، يعني نشاط في مناسبة. أيضا كما قلت أنه هوات هم أيضا مؤسسات خيرية وليس هوات، يعني هوات يمكن تطلق على فرديات مثلا في العمل الخيري، لكن كمؤسسة خيرية ينبغي أن يكون لها برنامج سنوي مسطر. نعم، ولكن هناك بطبيعة في كل ميدان فيه أناس يدركون الأبعاد والمقاصد، وهناس ترتبط بالشكل فقط. شبه بالشركات الاقتصادية، أنت رأيت أنه بعض الناس يود يقول لك شركة اقتصادية، ولكن يستورد شيء ويوزعه في شهر في السنة وينتظر حتى تأتي الفرصة، هذا لا ينسجم مع الاقتصاد الحيوي والدائم. ومعنى المؤسسة، المعنى المؤسسة من أبعادها أنه الاستمرارية والديمومة والنماء. المؤسسة التي لا تنمو معنى توقفت. نحن يعني حتى كما جاء في الحديث، حتى للقارئ القرآني يوم القيامة يقول اقرأ وارتقي. فحتى التعليم القرآني نحن كجمعية خيرية حينما نشجعه، ونحن في هذه الأيام نشرف من حين لآخر على تكريم دفعات من المجازين، دفعات من الحفظة، دفعات من الحافظات، نحاول أن نزرع فيهم ثقافة أنه يعني متعلم القرآن أو صاحب القرآن أنه يكون ينمو في ثقافته، ينمو في عطائه، في تحركه مع المجتمع. الآن مجتمع متغير جدا جدا، إعلاميا، ثقافيا، سياسيا، فالعمل الخيري ينبغي أن يمتلك هذه الحيوية. لكن أحيانا البعض يتصور أنه كيف ما تقول معامل مؤسسي مقر ومفتاح وحارس وموعد إما شهري، إما أن يطعم أو لا. هناك مجالات أخرى في العمل الخيري يمكن يعني في خاصة فترة العطل هذه يستغلها الإنسان، خاصة الجمعيات الخيرية. أعود إليك أستاذ عمار، دوافع الإسلام كبيرة في العطاء للإنسان، خاصة لأعمال الخيرية والآية، ويحث كثيرا عن الأيادي الخيرية وكذا. كيف نرسخ هذه المبادئ في استمرارية العمل الخيري في مجتمعنا المسلم؟ بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم، بارك الله في الأستاذ على مداخلتي اللي فتحت يعني محاور يعني عديدة. أرجع إلى بداية تقديمك للحصة، قلت يعني الناس بعد رمضان، هو المفهوم الحقيقي لرمضان هو أنه يغرس فيك ما بعد رمضان، فمن لم يقم بالعمل الخيري بعد رمضان معناه أنه أصلا في أساس عمله يعني أساس صيامه يعني لم يفهم الصيام بشكل جيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه بداية موسم الطاعات وبداية موسم العمل الخيري تبدأ مع رمضان، لأنه عندنا في 15 شعبان يرفع التقرير السنوي لنبتدئ موسم الطاعات بداية برمضان بأعظم طاعة، يعني حتى نتهيأ في هذه المدرسة لما بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي قياس العمل الخيري على رمضان أيضا لا يصلح كمقياس، لأنه ما يناسب رمضان من أعمال خير
يعني لا يشترط أن يكون هو نفسه بعد رمضان في شوال، لأنه مثل ما قال الأستاذ أنه مرات عندما نقول مثلا انقطع الإفطار في رمضان لماذا لا يوضع في شوال؟ شوال الآن الحمد لله توجد مدارس قرآنية، توجد مخيمات، يعني هناك خصوصية في رمضان، خصوصية لكل شيء، يعني لا حتى طبيعة الأعمال الأخرى، طبيعة الأعمال الأخرى، تزويج الجماعي، المخيمات القرآنية، لا يكون في رمضان طبعا. لا يكون في رمضان، فيكون ما بعده. فعندما نحصر، عندما نحصر العمل الخيري يعني فيما يحصل في رمضان، هنا يكون عندنا خطأ أصلا في تصور العمل الخيري. أيضا أنا لا أقول يعني لا أوافق أو كذا، حتى مفهوم الهواية في العمل الخيري، طبيعة التخصص عند البعض أو طبيعة الهواية عند البعض تقتضي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. يعني إحنا الآن لم نصل إلى مرحلة تلك المؤسسات الجامعة التي تكون رديف لعمل وزارة أو عمل دولة. مرة نجد شباب يعني يحسنون مثلا أن يقوموا على إفطار جماعي في رمضان. الآن هو هل تعتقد هذه مشكلة؟ يعني أنا أعتقد أنه شيء إيجابي، أنه هذا لا مشكلة على أنه لا يوجد مؤسسات يعني ولا أكيد أكيد. إحنا الآن ما الذي يعني نطمح إليه هو أنه هذا الجهود المبعثرة، الجهود الخيرة المبعثرة، أن تنظم. لأنه مثلا نجد في الإفطار يعني زرنا وشاركنا وعشنا وساهمنا مع إخوان لنا، يعني ممكن الأكل يبقى، لكن أنه بعد ذلك في مرحلة معينة توجد أسرة يعني تحتاج لأن تأكل فلا تجد. لكن هناك مجهودات، نعرف جمعيات يعني فالحمد لله جمعية جزء الخير، فهذا الذي ننشده يعني هذا الذي ننشده، لكن يعني هم يحاولون تطوير بحكم أنهم كوادر ولهم باع في العمل الخيري، ربما تجارب، يحاولون قدر المستطاع أن يطوروا من هذا الذي ننشده، يطوروا من المؤسسة يعني الخيرية. هذا الذي ننشده هو أنه نأخذ بيد أولئك الهواة اللي هم في أصلهم فطرتهم سليمة، يعني مثلا واحد يستطيع أن يخرج معك في توزيع قفة رمضان، يستطيع أن يخرج معك في توزيع مثلا لباس أو كسوة العيد، فيستغل هذا بأوقاته المتاحة، لأنه ليس كل الناس على قدر كبير من حيث الوقت. يعني واحد يقول لك أنه ممكن أعطيك ساعة ساعتين، بخلاف المنظمات اللي ربما فيها موظف خاص بهذا العمل وخاص ولو رأينا الجمعيات الأخرى يعني شفناها في المشرق وحتى اطلعنا على بعضها في الغرب، يعني بشكل عام تجد أنه العمل التطوعي ليس بالمفهوم الذي نحيا به، أنه ربما تجده أصلا عمل مستقل، يعني يشتغل في جمعية أو عنده عمل خيري. إن شاء الله نهدف إلى أن نصل إلى هذه المرحلة مع إشراك يعني المجتمع كله في هذه العملية إن شاء الله. بارك الله فيك. قبل سنمر إن شاء الله للركن الأول قوافي الخير، نعود إليك نعم مشاهدينا الكرام، دائما مع ركن هذا قوافي الخير، مع نشاطات جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم. معنا الأستاذة هاجيرة، كل ما سبق ذكره أستاذة، كيف هي قوافي الخير بعد رمضان؟ نشاطاتها هل هناك مثل ما قلنا صراحة ركود في العمل نشاطات الخيرية؟ هل هناك مثلا إلغاء لنشاطات معينة نتيجة ما خرجتم به من نتيجة صرف أموال في رمضان؟ كيف هي جمعية قوافي الخير؟ بارك الله فيك. إذن أثمن ما أشار إليه السادة الأساتذة، ففي إطار خيرية بلا حدود، فنقول أن جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم ولاية البليدة تتميز بالاستمرارية. ضيف إلى ذلك ممكن نقول تتميز أيضا كجمعية أخرى بالخصوصية، لأن هناك أيام لها خاص أو ممكن نقول مناسبات لها خاصية على مناسبات أخرى، هناك أيضا مناسبات ممكن تحتاج إلى دعم مادي أكثر، ممكن نقول بمناسبات أخرى مثلا شهر رمضان تقريبا يحتاج أولا إلى ماديات أكثر، يحتاج إلى جهد، يحتاج غيرها. فبعد شهر رمضان لا، ليس لدينا ركود صراحة. ممكن نقول معناتها استراحة لشحذ الهمم، يعني بين الإنسان ممكن يقول يشحل نفسه من جديد، وعندنا استمرارية حتى وعندنا العديد من المشاريع لابد أن تحقق هذه المشاريع على أرض الواقع. كما أشار الأستاذ أن العمل الخيري ليس مناسباتي، خاصة في الإسلام أن العمل، نقول أن العمل الخيري هو عمل تعبدي،
والعمل الخيري على مستوى العالم نلقى أنه عمل مستمر. يحب هذا لو يكون أيضا العمل الخيري مستمر في الجزائر. نعم. إحنا في جمعية طوافي الخير فقط. نعم. فقط أنتم كم لديكم من عائلة معوزة مثلا في اليتيم؟ نعم بارك الله فيك. في التقريب لدينا في حدود 500 عائلة. 500 عائلة إذا ما قلنا أنه خرجنا من رمضان. نعم. والعائلات مكلفة في رمضان يعني. نعم. تصرف كثيرا. بعد رمضان هل تنتظر هذه الاستراحة منكم مثلا 500 عائلة؟ ليس بالأمر. أولا لا تنتظر الاستراحة. نعم. ونحن نقول أن الجمعية تمشي بالمحسنين. نعم. بالمحسنين الحمد لله. الجمعية طوافي الخير اللي رعاية الأمر ولاية بوليدة عنا بعض المحسنين اللي تعاملوا معنا يعني تقري سنويا، وممكن نقول مجال إن شاء الله مفتوح للمحسنين لأن الجزائر كما قال يعني أرض أهل الخير والخيرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، الخير لا ينقطع. وهذه الجمعيات هدفها أن لا ينقطع هذا الخير يعني. نعم. نقدر نقول أن الجمعيات ولا المجموعات اللي جروب اللي قال عليها الأستاذ الهوات هذه تحاول أنها تقنن العمل الخيري. نعم. وتبعده عن الفوضوية. نعم. إلى نعم إلى مجال التنظيم. كما نحاول أن ممكن نكون خرج العمل الخيري من الجانب الذاتي ومن الجانب التقليدي إلى جانب أوسع. احنا بالنسبة لجمعية طوافي الخير احنا قلنا بعد رمضان احتجنا إلى أن نعقد عدة اجتماعات لنواصل بقية المشاريع، خاصة احنا عندنا مثلا على الأبواب مشروع أضحية العيد. نعم. بالنسبة للأرملة يعني كل ما يدخل الجمعية تستفيد منه الأرملة. نعم. مش مثلا تستفيد من قفة رمضان ولا قفة العيد ويتوقف الأمر. نعم. عندنا أيضا في يعني ما بين نهاية رمضان. نعم. إلى بداية الإعداد لمشروع أضحية العيد الجمعية مفتوحة. نعم. يعني ما وجدت تستفيد منه الأرملة من الرعاية الصحية موجودة، عندنا الرعاية النفسية، عندنا طبيبة نفسية يعني يوميا في المقر، عندنا الرعاية النفسية، عندنا الرعاية الصحية، عندنا الرعاية الاجتماعية، لأن عندنا دائما خارجة الميدانية نتفقد وضعية الأرامل. نعم. إذا العمل غير متوقف. إحنا قلنا استراحة كما قال استراحة محاري ولا لشحذ الهمم، ونعقد اجتماعات دورية كل سبت من أجل التخطيط لبقية المشاريع إلى أن تصل ممكن نقول يعني السنة أو الدخول الاجتماعي الجديد. نشوف إذا ممكن عندنا مثلا مشاريع جديدة، إذا ممكن ندرسوا، إذا كان هناك ممكن نقول مثلا ما نقولش نقص، لكن إذا ممكن المشاريع كان خاصة شيء المشاريع للسنة الاجتماعية الجديدة نحاول أننا ننطلق انطلاقة أحسن وانطلاقة أقوى من أجل رعاية الأرملة واليتيم. نعم. لديكم مشروع هام يعني بمناسبة عيد الأضحى هو توفير أضحية العيد. نعم. نشاهد أول اجتماع لكم بعد رمضان من أجل هذا المشروع، نتابع. استعدادا لمناسبة عظيمة تنتظرها الأمة الإسلامية عيد الأضحى، تشرع جمعية قوافل الخير بعد استراحة من جهد رمضان وكثافة الأعمال فيها في وضع مخطط آخر لا يقل صعوبة عن أعمال رمضان، هو توفير الأضاحي للمعوزين من الأيتام. الشيء اللي بذلته في شهر تاع رمضان في خدمه الارمله واليتيم ومع كما نقولوا مع كسوه العيد، المشروع تاع كسوه العيد اللي خرجنا منه في الفتره القصيره هذه، كنت بذلته مجهود كبير. نقول لكم يعطيكم الصحه وربي يجازيكم واسالوا الله القبول ان شاء الله بربي. هذا واش كاين. ودركا واش نقول لكم دركا نبداو، احنا بداو نحكيو ان شاء الله بربي باش نحطوا برنامج، خاطر راهو جاينا برنامج ضخم. راكم عارفين العدد احنا تاع الارامل تاع كما قلت تاع ولايه البليده، راهو تقدر يوميا راهم يلتحقوا بنا ملفات اضافيه للمقر تاعنا تاع الارامل وايتام. احنا ان شاء الله بربي كما عودناهم ان شاء الله ما نخيبوهمش، جميع ارمله تجي تحط ملف عندنا ان شاء الله بربي نتكفلوا بها. كما نقولوا الرعايه تكون رعايه شامله. ودركا كاين واحد كيما يقولوا عندنا عيد ديني واجب ان شاء الله بربي، كما قال واحد قبل ما يفوت في نفسه يلزم يكون يحضر هذو الايتام. هو مازال نقولوا واحد الشهر وتقريبا شهر ونص لعيد الاضحى مبارك.
احنا ان شاء الله بربي نكونوا في المستوى. ويزم دوكا الاجتماع هذا رانا درناه باش نديروا خطه باش نبرمجوا البرنامج تاع اضحيه العيد. لازم تكون كاينه خطه نتفاهموا عليها نبداوها اليوم ان شاء الله بربي. نوضعوا خطه من جانب الاعلامي من جانب كما نقولوا الاجتماعي من جانب النقل من جانب الحاضره. لازم نكونوا في المستوى. خاش على بالكم العدد تاع العام اللي فات واش درنا اضحيه العام اللي فات والعدد تاع السنه راهو ان شاء الله بربي راهو يضاعف بلا القوافل تاع المدن الداخليه واش لازم يكون عندنا مساعدات كما درنا العام اللي فات. راكم على بالكم اكثر من 10 ولايات اللي ساعدنا في الاضاحي العيد. في هذا الاجتماع قمنا بوضع الخطه والاستراتيجيه لتنفيذ مشروع الاضاحي، وهذا من اجل توفير الاضاحي للعائلات الايتام المسجلين عندنا في الجمعيه. وان شاء الله نبداو في تنفيذ الخطة هذه واتصال بالمحسنين وتوفير وسائل النقل وإلى آخره. إن شاء الله مدابين نفرحوا الأرامل والأيتام. ما يخفلكش بلي العدد راهو يضاعف بالمقارنة مع العام اللي فات وعام السنة تقريبا الضاعف الضعف. أنا لحقين 429 ملف لحد الساعة، مازال عندنا شهر ونص لقدام. إن شاء الله احنا ربي قدرنا نوفيو هذا العدد كامل ونفرحوا كامل الأرامل. بصح هذا المشروع خويا يتطلب تكاتف جهود من المحسنين من العمل الإداري تاع الجمعية تاعنا من كل الشرائح الاجتماعية. نعم مشاهدينا الكرام، كان هذا أول اجتماع لجمعية قوافل الخير بعد رمضان، وهي مشروع بداية مشروع إن شاء الله أضحية العيد للأرامل والأيتام. إن شاء الله يلقى هذا أذان صاغية للمحسنين إن شاء الله، وتتكاثف الجهود عبر قناتكم هذه قناة القرآن الكريم أيضا وأهل المعروف بإذن الله. نتحدث أيضا على هذا المشروع بالذات، يعني صعوبته أين يكمن؟ بارك الله فيك أخ إبراهيم. إذا بالنسبة لمشروع أضحية العيد، هذا الاجتماع أعطى إشارة الانطلاقة من أجل توفير أضاحي العيد، قلنا لقرابة 500 أرملة، مع أيضا هناك لابد من توفير أيضا أضاحي لبعض الولايات الداخلية، لأن احنا الجمعية جمعية قوافل خير، يعني لابد أن تكون هناك قوافل. السنة الماضية كان عندنا حوالي دعمنا 10 ولايات بين أضاحي. إن شاء الله بإذن الله، نحن نقول بفضل الله وبفضل المحسنين وأهل الخير نفرح كل أرملة بأضحية العيد، وحتى إخواننا في المناطق الداخلية، لأن كما قلت أن العمل الخيري لا حدود جغرافية. لا الإنسان ما يكونش أناني. نعم كما نعيد أنا تعيد الأرملة تعيد أختي أيضا في ولاية داخلية. بالنسبة لصعوبة هذا المشروع، نقول فيه صعوبة لكن نقول إذا تكافت الجهود يعني هذا الصعوبات تيسر. تيسر. احنا الصعوبة تكمن في توفير الموارد المالية. المالية نعم. حوالي 500 أسرة يعني. 500 أسرة، وحنا حاليا يعني نقدر نقولوا أن أضحية العيد في حدود 40,000 دينار، يعني 4 ملايين، يعني ماهوش مبلغ هين. لهذا كان ممكن أكبر يعني الإنفاق مادي في رمضان، بعده جاء أكبر إنفاق مادي في توفير أضحية العيد في إطار الاستمرارية. فلتوفير 500 أضحية، وإن شاء الله نقول بإذن الله توفر وتوفر بلا يعني عدد إضافي باش نساعدوا إخواننا في الولايات الداخلية، فهذا ليس بالشيء الهين. على هذا الأساس هناك صعوبة أيضا، هناك عامل وقت. عامل الوقت، لكن نعم. احنا نقول ان شاء الله يكفينا الوقت، لان كانت هناك اجتماعات، احنا عندنا اجتماعات دوريه نعم. كل سبت. هذا الاجتماع يعني اعطى اشاره الانطلاق. نعم. كنا تكلمنا على كيف نوفروا الاضاحي، فهذه درنا لها مجموعه من الخطوات، وهذه الخطوات لا تحقق الا بتضافر الجهود وتقسيم ايضا المهام. المهام عندنا نعم. اللجنه الاداريه اللي وفرت لنا ممكن نقول اعطتنا عدد الارامل، قلنا في حدود 500 لان المجال مفتوح، ما نقدرش نقول نوفر 420 بيت 429 يعني اضحيه. والمجال مفتوح. الهدف هو التوفير. نعم من حيث العدد. نعم احنا قلنا حددنا الهدف باذن الله 500 اضحيه ولما اكثر، لان 500
لان عندنا اخواننا قلنا في المناطق الداخليه ينتظرون المساعدة. نعم. فاحنا ان شاء الله نقول اكثر من 500 اضحيه، لان دائما الجمعيه يومين يجونا ملفات تاع الارامل. ما نقدرش الارامل نقول مثلا جيتي لي بعد انني حددت العدد ما نعطيكش اضحيه، يعني هذا ماهوش مثلا ماهوش عمل للجمعيه. فلي حتى هذا المشروع يعني ينجح، قلنا قسمنا المهام على اللجنه الاداريه اللي اعطتنا عدد الارامل، قلنا المجال مفتوح، ثم عندنا اللجنه الاجتماعيه اللي تكلم رئيس اللجنه الاجتماعيه الاخ رفيق، باش نوفروا اولا مثلا نتصلوا بالمحسنين، نتصلوا بالمحسن، والمحسنين يعني ما شاء الله يا اما يكون عضو يا اما حتى المتطوعين نشاركهم. ما نقولش المتطوع مثلا دخل في مدونين ولا دخل جمعيه، احنا الاعضاء كل عضو عنده محسن ولا محسنين، زائد نتصل بالمحسنين نعطوهم رسائل ونخلي المحسن في أريحية، نقول له يعني رانا عندنا مشروع أضحية العيد، يحب مثلا يدعمنا بأضحية، يحب يدعمنا ماديا. نعم. عندنا بعض المحسنين يحب أنه يخرج معنا ويمد أضحية العيد للأمانة، يعني كي يحب بعض المحسنين يفرح يشعر بالفرحة ويوزع معنا أضحية العيد. فالمحسن عنده شفافية في التعامل مع جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم. إذا وفرنا أضاحي العيد، نعم، فإحنا نتصلوا بالمحسنين وإحنا نروح المحسنين سواء داخل ولاية بوليدة سواء خارج ولاية بوليدة، إما قلنا يقدموا أضاحي إما يقدموا مساعدات مالية، وعندنا يعني رقم العام الماضي كيف كان الوضع؟ كم عدد الأضاحي قمتم به؟ العام الماضي وفرنا حوالي قرابة 400 أضحية ما شاء الله، وعدد الأرامل كان لا يتجاوز يعني لم يصل 200 أضحية، وبالتالي استفادت 10 ولايات من دعمها بأضاحي العيد، خاصة عين دفلة وتسمسيت وغيرها، يعني مناطق محرومة جدا. نسأل أستاذ، دائما المشكل هو مشكل مالي بالنسبة للمؤسسات الخيرية، هذه الصعوبات مثل هكذا أصعب شيء لوجه المؤسسة الخيرية هو الموارد المالية. نعم. ونحن نعرف أنه خيرية بلا حدود، أيضا في الإنفاق يجب أن لا يكون حدود هنا. نعم، بارك الله فيك. دعني هذا إذا سمحت. نعم. يعني الآن حينما نتكلم عن خيرية بلا حدود، من المسؤول عنها؟ نعم، صحيح مسؤول الجمعية مسلم. نعم، الجمعية الخيرية مسؤولية في وضع رؤاها وفي خططها. نعم. وفي جلب المتطوعين أن يقتنعوا، وهذا هنا يحملنا مسؤولية التكوين. نعم. وفرصة الصيف وبعد رمضان فرصة للتكوين والتدريب، الذي يتطوع يعني تطوع عشوائي لينبغي أن يدرك جيدا بأن خيرية بلا حدود تأخذ منه وقته دائم ولو ساعة في الأسبوع، لكنها منتظمة. نعم. ثم ذكر الأستاذ الحديث النبوي الشريف، خير الأعمال إلى الله أدومها. نعم. وينقل، وهذه قلنا من خصوصية العمل الخيري، يتحمل مسؤولية العمل الخيري السادة الأئمة الذين نحترمهم ونجلهم في خطبهم الجمعية. لا ينبغي أن يكون الخطب حول العمل الخيري في رمضان ثم ننصرف إلى مواضع أخرى، لا يكون العمل عن العمل الخيري في عمومه ولا نذكر أبوابه وزواياه وهيئاته وعمله. ينبغي أن يكون من وظيفة الإمام أيضا أن يشرح معنا، وافعلوا الخير وأنفقوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا تكون في موسم واحد في عاشوراء من أجل أن نقول الموعد العرفي للزكاة أو رمضان، ينبغي أن يكون التحريض دائما. خيرية بلا حدود مسؤولية أهل الخير ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الذي لا يتذكر الإنفاق إلا مرة واحدة، وينبغي أن يعلم أن في أموالي حق معلوم للسائل ومرات عديدة، في الصيف أناس يقتلها الحر، وفي الشتاء أناس يقتلها القر، وفي دخول المدرسة أناس يعوزهم الوسائل من أجل الدراسة وغيرها في كل المحطات. فينبغي أن ننتقل الآن كل الشعوب كل العوالم البوذيين واليساريين والمسيحيين وغيرهم كلهم صاروا يدركون بأن العمل الخيري وما يسمونه بالعمل الإنساني ينبغي أن يكون مستمرا. كيف يستمر؟ أصحاب الشركات صار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي يكون إسهام مدير دائم، عقود مع منظمات مع جمعيات. نعم. دائمة أن يكون إسهامه مستمر بطريقة منظمة بطريقة إدارية بطريقة شفافة بطريقة محترمة. نعم. هذا مسؤولية العمل الخيري. أيضا دعني أقول أنه بالنسبة لخيرية بلا حدود مسؤولية الإعلام،
نعم. هذا برنامج مثل هذا وقنوات أخرى ومؤسسة أخرى حينما تحرر تساعدنا نحن الجمعية الخيرية في نشر ثقافة العمل الخير. أنا حينما تقول للمتطوعين هم مجندون ولكن المحسنين ينظرون إلى العمل الخيري أنه موسمي أنه نعم. في عاشوراء ورمضان، هذا عائق، هذا تحدي ينبغي أن يتحمل الإعلام مسؤوليته في التنوير في التحرير. ولذلك وجدنا أنفسنا، أنا أتكلم عن جمعية الجزائر الخير، جعلنا من مشروعنا حوالي 40% من جهودنا موجهة لثقافة العمل الخيري، لأنهم تقول عمل خيري يقول لك أنا مديت نرى وانتهى، عمل خير يقول لك في الموسم الفلاني وانتهى، واحد في المكان الفلاني، عمل خيري بلا حدود في المكان وفي الزمان وفي الوجدان، تتحمس له حتى أحيانا تفضل تصل درجة الإيثار. ولذلك الخيرية بلا حدود فيها أطراف عديدة ينبغي أن نحملها المسؤولية، حتى السادة الأساتذة الجامعيين بالمناسبة الذين يقدمون دروس جليلة سواء مختص في علم الاجتماع أو في علم النفس أو في الشريعة، أتصور أن خيرية بلا حدود تحملهم المسؤولية في هذه الصائفة. أبنائهم إخوانهم شباب في تجمعات كبيرة جدا يحتاجون توجيههم، يحتاجون جلسات مفتوحة معهم من أجل أن يعطوا من علمهم، ولا ينبغي أن يقفوا إلا في حدود تسليم الشهادات. نعم. الخيرية بلا حدود تتطلب من هؤلاء أن يسلموا. الخيرية بلا حدود أيضا تطلب من جاليتنا الكريمة الذين يأتون بالآلاف من الخارج وتزودوا بعلوم، تزودوا بأفكار، تزودوا بغيرها، لا يأتون لعائلتهم على ما في زيارة الأرحام من فضل وأجر، ولكن ينبغي أن يحاوروا، يكون لهم اتصالات جوارية، أن يفيدوا في العطاء الخيري والإنساني من وجهة نظر، لا أقول أنهم يقنعون به، ولكن من أجل أن يعطوا بعض الأدوات، يمرنون غيرهم. نعم. ينشرون هذه الطرائق والوسائل الحديثة مع أبناء مجتمعهم الوطني. مسؤولية، مسؤولية الجميع، مسؤولية يعني الجميع. كل مسلم مسؤول على بعضه. نعم. البعض ومساعدة الآخر، هكذا علمنا ديننا، هكذا رسخ في أذهاننا هذه. كيف نعمم هذه الثقافة؟ ما قاله الأستاذ، كيف نعممها على المجتمع إذا كانت دوافع الإسلام هي دوافع خيرية 100%، وآيات كثيرة تدل على الخير في هذا الأمر. أنا أرجع ما تفضلت به الأستاذة والأستاذ إلى مفهوم العمل الخيري بالأساس. نعم. لأنه الخلل يكمن هنا ابتداء، أنه عندما نفهم أن العمل الخيري هو المساهمة في كبش أو قفة رمضان أو الخروج في كذا. نعم، العمل الخيري يوجد أعمال مناسبتية تناسب الآن الأعراس، الآن مخيمات، الآن مقبلون على كبش العيد، ويوجد غير هذا من أعمال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أيضا كل ميسر لما خلق له. نعم. الآن أول شيء إذا رجعنا إلى عهد النبوة ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف مارس هذا العمل الخيري. نعم. لم يطلب من أبي هريرة أن يلتحق بالجيش، ولم يطلب من خالد بن الوليد أن يترك سيفه ويأتي إلى حلق العلم. نعم. خالد بن الوليد لا يروي أحد، كلهم في مجاله، كلهم ميسر لما خلق له. ابتداء أنه مثلا من حيث التنظيم الجمعيات ومن باب أولى الهواة، ما نراه الآن أنه لا يوجد استراتيجية واضحة للعمل الخيري. ممكن عندنا 1000 قفة في رمضان، لكن بعد رمضان لا يوجد عندنا أي دخل مادي. وهذا ما تكلم عنه ربما قال فئات من المجتمع خاصة المثقفة. الإمام يعي هذا الشيء، لماذا لا يكون لماذا هو مناسبات في خطابه للعمل الخيري؟ لماذا أقول الجامعي لماذا لا يحاول؟ هذا الذي أنا أريد أن أصل إليه. أنا أريد من الجمعيات، شفنا نماذج جمعيات في المشرق، أنه عندي استراتيجية عمل. الآن أنا أستهدف 200 أسرة، معناها أستهدف 200 أسرة. نعم. وليس بالضرورة أنه أصل إلى 400 ثم بعد هذا الأسرة 200 التي أستهدفها في رمضان لا أجد ما أقدم لها بعد رمضان. نعم. نحو للتنمية الشاملة، هذا العناية الشاملة تتعلق بدراسته، تتعلق باستجمامه، تتعلق بكل شيء. الأمر الآخر، كاين إشكال آخر، وهو أنه مفهوم العمل الخيري أرجع إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلما لم يطلب من خالد أن يلتحق بحلاق العلم. نعم. كذلك لا تنتظر من الجمعية الخيرية أن تأتي مثلا إلى الأستاذ الجامعي ليحمل معها مثلا الأكياس لتوزيعها مثلا في المكان الفلاني. فاستراتيجية استغلال المجتمع من خلال العمل الخيري، أنا ممكن أترك الأستاذ الجامعي. نعم. وأستثمره داخل مدرجات الجامعة. نعم. في مقابل ذلك أستغل التاجر. والأمر الآخر وهو الأخطر في نظري في العمل الخيري، وهو غياب الاستثمار في العمل الخيري.
يعني مثلا الاستاذه تفضلت والاستاذ يعني في الجمعيات وجمعيتين رائدتين على المستوى الوطني الله يجزيهم الخير، لكن نجد انه غياب الاستثمار في العمل الخير. يعني المحسن ممكن يأتيك بمئة مليون، لكن لا يوجد عندي نظرة استثمار هذه المئة مليون ما عنده في مشروع مثمر لا يرهق كاهله، لأنه نفس المحسن اللي قصدناه في رمضان ونفسه سنقصده في قفة رمضان ونقصده. يعني لقد أثرت نقطة سأعود إليها يعني في هذا الرقم. أما الاستثمار قال أنه هذا المئة مليون مثال فقط، هذا المئة مليون التي تعطيها لي تركها في تجارتك. وعندنا نموذج رائع يعني حصل في مصر وحصل في أماكن أخرى، كيف أنه أصحاب تجار خلى نسبة 5% يعني من المداخيل، والله هو لا أحتاج معها لأن أكتري ولا أن أوظف، نفس عمله الذي يتقنه عنده فيه علاقات وعنده كذا يصير يدر دخل ثابت. وجدتنا جمعيات في المشرق مثلا التاجر بدل أن يعطيك الآن هذا المبلغ الكبير يقسمه لك على مدار السنة فتستثمره لنشاطات من خلال السنة هذه. يعني تجد المؤسسة والجمعية الخيرية يعني كل لديه موارد خاصة بالثابتة، يعرف أنه من هنا إلى نهاية السنة عنده مبلغ معين فيسيره. لكن الآن الجمعيات الناشطة يعني ينتظر في العيد إن شاء الله يمشوا معنا إن شاء الله ما يكون في إشكال، فنتمنى أن نصل إلى هذا اللي يدعو إليه الله. إذن سأعود إلى هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله، لكن بعد هذا الركن إن شاء الله ركن الوقف. نعم مشاهدينا الكرام، ركن الوقف دائما في هذا البرنامج أهل المعروف نتحدث فيه حول الوقف كأداة استثمار وموارد مالية إن شاء الله للمؤسسات الخيرية. هذا ما تفضلت به يعني، وهذا ما نسعى إليه من خلال برامجنا وأن نرسخه في عند المؤسسات الخيرية حتى يفكروا فيه. ربما لديه رأي أستاذ عيسى. أستاذ عيسى، المداخيل هذه المواد المالية يمكن أن تكون عبر الاستثمارات، هل هذا أمر صعب بالنسبة لكم ربما قانونا أو واقعا صعب؟ لا، هو في الحقيقة هو صعب وسهل. هو صعب من ناحية قانونية، لا زالت فيه إشكاليات، لأنه حتى احنا قانون بالنسبة للأوقاف في الجزائر وهذا نتمناه وطرحت ولا زالت تطرح لحد الآن، الاستثمار في الأوقاف غير متاح لمؤسسات مالية أن تساهم به. مثلا حتى البنوك ليس لها مجال واسع كيف تستثمر عائدة البنوك التي تسير بالصيرفة الإسلامي. الشيء الثاني بالنسبة لنا كجمعيات فيها عوائق قانونية، نعطيك على سبيل المثال مثلا وهذا الذي طالبني، ما زال يعني حتى الناس المحسنين والمتبرعين زالت أمام عوائق. يعني نعذر الناس كما نقول التقصير، كما نقول أيضا مثلا الذين يساهمون في المشاريع الخيرية نعرف أنه في القانون الضرائب يعني يعفيهم بعض الضرائب، ولكن بالنسبة اللي يساهمون في المشاريع الخيرية يعفون من مبلغ بسيط جدا، لكن إذا ساهموا مع جمعيات رياضية يعفون مهما كان المبلغ. هذا خلل ونطرحه مع نحن تكلمنا مع كثير من البرلمانيين والقانونيين من أجل إن شاء الله أن يرتقي قانون الجمعيات ويستوعب هذه القضايا من جانب. أيضا بالنسبة للجمعيات مع المحسنين، الأوقاف هي الضمان الدائم لديمومة خيرية بلا انقطاع مستمرة، لأننا نحن حينما نتكلم عن العمل الخيري في الجزائر مهما تكلمنا عن مؤسسات وجمعيات لا يزال في حدود عمليات محدودة زمانا ومحدودة مكانا. نحن نود في الجزائر أن يصل العمل الخيري يقتحم المجالات التي صارت في أعراف المجتمعات عادية ونحن سباقون تاريخا، ولكن لا نحكي عنها إلا في بطون الكتب. نود أن نشرع وندخلها. أين الوقف العمل الجمعيات الخيرية والعمل الخيري مساهمته في بناء المعاهد والجامعات؟ أين هو في المستشفيات الكبرى؟ لا زال لم يقتحمها ولم يدخلها. وهذا الذي الهم الذي نحاول أن نشترك فيه كجمعيات مع أهل الخير ورجال الأعمال مع القانونيين ومع الإعلاميين. لكن شاهدنا بعض الأحيان أنه هناك رجال أعمال أعطوا أوقاف خاصة بهم تحت وصاية جمعيات خيرية.
يعني والعائد يعود الى يعني وضعها وقف، والعائد يعود الى الجمعيات هذه من اجل التكفل. يمكن ان يكون ذلك، لا بد ان يكون، وهذا الذي ينبغي ان يكون، لكن اقول لا زال في بدايته، وبدايه بسيطه، بدايه محتشمه جدا. نحن نود ان يتكرس هذا، والقوانين ترافقه، لان فيه ربما المساحه الحصه لا تسمح بان نذكر بعض القوانين التنظيميه لا زالت كذلك. ايضا بالنسبه لا زال بالنسبه لرجال الاعمال فيه احجام على المشاريع الخيرية، ربما يعطي هذا المشروع الذي يحبه ولكن لا يرضى بأن يدرس المشاريع ذات الأولوية. نحن تكلمنا عن مفهوم الآخر مثل المعاصر للمسؤولية الاجتماعية بأبعادها الإنسانية، تتوافق في كثير مع أبعاد الوقف، بحيث أن يكون المساهمة تكون تنموية، تكون مشاريع لذات الأكثر، تكون مشاريع مدرة حتى تكون تنمية مستدامة. وهذا في 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 فقهنا، في فقه الوقف، موجود ومتاح، ولكن الآن غائب، وجزء منا كأطراف متعددة مغيبين بسبب الجانب القانوني، بالجانب المبادرات. لذلك مثلا نقول أنه في المحسنين الآن، أعطيك على سبيل المثال، الآن فيه دعوة مثلا لدعم مثلا الإنفاق، ولذلك ذكرت لك مع بعض السادة الأئمة أحيانا المسؤولية في العمل الخيري، مثلا 90% من الدعوة إلى العمل الخيري لبناء المساجد، المسجد على رؤوسنا ويبنى المسجد، ولكن العمل الخيري مجالاته واسعة جدا. نحن أمة الإسلام وأمة الجهاد، لا يعوزها أن تعجز بناء المسجد، لكن الآن بحاجة إلى أن نبني الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والله إني لا أعلم أنك الكعبة المشرفة، أنك أحب الأماكن الله عز وجل وأعلم قداستك، ولكن دم المؤمن أكثر حرمة منك، أو كما قال إن شاء الله أستاذ عليه وسلم. الله يبارك ما شاء الله، وهذا ما ينبغي. قبل أعود إليك فقط ربما نقطة فقط أعود إليك، هل ترسيخ هذه القيم في الدين الإسلامي هي ربما ضعيفة أو غائبة عن المجتمع الجزائري، حيث الناس الآن ثقافة الوقف هذه أصبحت ضعيفة بينهم، التفكير فيه والعمل به. أنا أريد أن أرجع إلى الأستاذ جزاه الله خيرا، يعني حكى على أنه مثلا بناء المساجد، طبعا أنا يعني فهمت يعني ماذا يريد، لأن المسجد يعني يوجد شيء اجتماعي، لكن الذي أدعو إليه وأتمناه هو أن يرجع المسجد إلى دوره. نعم، يعني فما يصيرش عندنا هذا الإشكال تاع أنه بناء المساجد، يعني كيف يوم يرجع إلى دوره؟ يعني أنه عندما كان المسجد، وهذا الحمد لله يقوم به بعض، عندما كان المسجد مؤسسا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظم، كان يربي، كان يوزع، كان الفقير في المسجد، وكان العمل الخيري في المسجد، وكان الجهاد يعني يحدد في المسجد، وكانت الشرف في المسجد. يعني المسجد عندما كانت الناس تسهم في المسجد دور اجتماعي معناها تربوي. نعم، فنتمنى أن المسجد يرجع هذا الأمر اللي تفضل به الأستاذ جزاه الله خيرا. الإشكاليات القانونية أنا طرحت يعني في بداية الأمر الفكرة أعيدها، أنا لا أحكي على فكرة الوقف، لم نصل إلى مرحلة الوقف بعد، بناء على العوائق القانونية، بناء على المفهوم الضيق، لكن دعوتي بسيطة جدا، أنا لا أدعو إلى الوقف، الوقف أدعو إليه، أتمنى أن يكون، لأنه أصلا عماد الحضارة والنهضة، وفرنسا أول ما فعلته في الجزائر أنه قضت على الوقف، لأنها علمت أنها ينبوع كل حضارة. أنا أدعو إلى أمر بسيط، إلى التاجر لا توقف شيئا لأي شيء، يعني لأنه مرات يقول لك أوقفه إلى جمعية ممكن يستغلوها، ممكن الجمعية هذه تفكير سلبي. الآن أقول له استثمر 5%، 3% من مالك الذي تحت تصرفك، ولا علاقة لا للقانون به، ولا علاقة لا للجمعية به، ولا عندك أي شيء إجباري له. والله أنا صاحب تاجر مواد غذائية، قال يا أخي أشرك الله معك، قال عندي 3% 5% من الأرباح، ماشي من رأس المال، يعني بما تخسرش كامل، قال أنا عندي 3% 5% هذه أقدمها شهريا لجمعية قوافي الخير، لجزائر الخير، لجمعية العلماء، لجمعية الفلانية، كفيل اليتيم، أي جمعية يعني تنشط في العمل الخيري، قال أقدمها لكم في سبيل الله، يعني أنا نمد لكم 500 600. أنا عندما نصير نعرف أنه في بداية كجمعية يعني خارج الوقف، هذا نتمنى أن نصل إليه، لكن نعرف أنه في بداية الأمر عندي 20 30 تاجر 40 يقدمون لي ما بين 500 مثلا 5000 دينار، مبلغ بسيط، إلى 10000 إلى 20000، أعرف أنه عندي 20 مليون أستطيع أن أمشي مع عائلات بأمر بسيط، أستطيع. إذن فهذه الأفكار البسيطة
يعني لابد أن تكون مصاحبة للعوائق، يعني حتى نعطي الناس بدائل، لأنه الآن رانا إما نقول له أنه لازم توقف، هو ما عندوش استعداد يمشي في الوقف، يقول لك أنه نوقف فيلا وممكن تروح لي وكذا. نعم، أنواع الوقف أيضا سنرى لدينا إن شاء الله ربورتاج حول آراء بعض الأساتذة والمختصين في الوقف وأنواعها، نشاهد. الأوقاف ونقدر نضيف إلى ذلك كذلك الزكاة هما عبادة، فعملنا في هذا المجال أولا يعتبر عبادة لله سبحانه وتعالى لأنه الركن المادي في العبادة، كذلك هذه العبادة بالطبع الجانب الثاني وهو جانب نفسي وداخلي، أنها بالأوقاف هذه تبعث لنا نروح من الاطمئنان. هو ثقافة الوقف أعتقد أنها لم تتوقف إطلاقا، لأنه على مر الزمان منذ دخول الفاتحين المسلمين إلى هذه الديار وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومعاه لن تتوقف ثقافة الوقف، إنما ربما تنحصر شيء ما، ربما تكون ثقافة محدودة في زمان محدد وفي بعض الأناس فقط يعرفونها، ولكن هذا دورنا ودور كل ربما حتى وسائل الإعلام في نشر ثقافة الوقف، دورنا كأئمة وكمرشدين وكقائمين على الوقف في بيان أجرها وبيان طرق إقامة الوقف، لأنه حتى بعض الناس يقول كان عندي قطعة أرض وأريد أن أقفها، ما هي الإجراءات؟ لابد أن الأوقاف والزكاة تمس الطبقة الهشة في المجتمع. ثم نتكلم عن الأوقاف والزكاة، فهذه العبارة دائما أرددها حتى للإخوة المدراء والإخوة المرافقين في العمل هذا. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة مباشرة بدأ في تحبيب الوقف، لأن الوقف يعني فيه مزايا عديدة كثيرة، والتكافل الاجتماعي والاستفادة جميع الناس من هذا الوقف. أتصور أنه ما من دشرة عبر الوطن إلا وفيها مسجد، وهذا من فضل الله عز وجل ومن أصالة هذا الشعب، أنه ما من مكان قل أم كثر صغر أم كبر إلا وفيه مسجد. ثم إن الناس حينما يرون أن ما قاموا به من أوقاف يدر فعلا خيرا يرجع على الفقراء والمساكين، يرجع على بيوت الله، يرجع على المدارس القرآنية، فإنهم فعلا يحسون أن الوقف الذي يقدمونه يقدم خيرا وليس مجرد وقف موقوف لا يقدم لا خيرا ولا شرا. فحينما يكون هناك حركية إن صح التعبير وريع هذه الأوقاف توزع على الفقراء والمساكين، إن كانت على الفقراء والمساكين في مواعيد مخصصة ربما شهرية أو ربما سنوية أو في المناسبات، أو يكون فيه تكريم للطلبة حفظ القرآن الكريم، أو فيه أوقاف ربما تقام على المدارس القرآنية الداخلية أو الزوايا لطلبة العلم سواء في شراء وسائل التعليم أو حتى كسوتهم أو حتى المصروف عليهم، لماذا لا يكون لهم منحة يصرفون عليه، خصوصا أن ربما طلبة العلم الذين ينذرون أنفسهم لحفظ القرآن الكريم وتعلم الدين قد يكون عمره أكثر من 20 سنة، من 18 20 حتى 25 سنة، فهذا أصبح شاب في مقتبل العمر، مطلوب منه أن لا يبقى يمد يده لوالديه، إنما يتطلب أن تكون هناك جهة تصرف على هذا طالب العلم حتى تلبي حاجته الشخصية. نعم مشاهدينا الكرام، كما شاهدنا في الروبورتاج للوقف أهمية كبيرة بالنسبة للعمل الخيري، وأيضا يعود بالخير الكبير للمجتمع وخاصة للطبقة الهشة. أستاذة هاجيرة، مثل قوافل الخير مثلا كجمعية، هل تفكر في أن يكون لها دخل ثابت مثلا كأن تستثمر في مثل هكذا أعمال خيرية؟ بارك الله فيك. بالنسبة لجمعية قوافل الخير تسعى إلى فتح باب الاستثمار، لأن كما قال السادة الأفاضل
مسألة أنه المحسن يعطيك ممكن مبلغ مالي هذا المبلغ يعني يتم إنفاقه إذا ما كانش مدخول في الجمعية. إحنا في مجال الاستثمار عندنا باب وهو باب الأرملة المنتجة، هذا نوع من الاستثمار داخل الجمعية. أننا نعطوا مشروع للأرملة يتكفل بها، يكون عنده يعني يساعد بقية الأرامل، وتكون عندها ممكن معناتها نسبة تقدمها للجمعية تساعد منها أخواتها يعني الأرامل ماهيش مسألة الجمعية لينا ولا غيرها. فهذا مشروع موجود وسنسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع حتى يكون هناك موارد يعني ثابتة للجمعية نستثمر في مشروع الأرملة المنتجة. هذا كمشروع ممكن نقول مبدئي موجود في جمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم. مستقبلا نسعى كي نجد موارد نستثمرها يعني مستمرة يتم استثمارها من أجل أن يكون للجمعية موارد ثابتة، لأن ما تقدرش أنت كل مرة مثلا كما قال الأخ روح للمحسن أنه يدعمني في رمضان ويدعمني في عيد الفطر ويدعمني في عيد الأضحى، يعني هذا نحن نقول التصرف لا يليق. فالاستثمار عن هذا الباب على أن يتم التخطيط لفتح مجالات أخرى للاستثمار وإيجاد موارد دائمة لجمعية قوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم لولاية البوليدة. إن شاء الله ربي يقدركم إن شاء الله. وسيد كما أيضا لاحظنا سمعنا المختصين في المجال الوقفي قال الوقف لم ينقطع أبدا منذ الأزل، لكن ما نراه الآن عبر أعيننا يعني الجمعيات تشكو، يعني ربما تشكو القوانين الموضوعة، يعني ربما تشكو الواقع الجزائر، وربما تشكو أيضا عزوف الناس عن هذا العمل الخيري الذي يرجع إليهم بالخير لأنفسهم أيضا دنيا وآخرة. يعني أنه دائما نرجع إلى أنه لا يوجد في شريعتنا شيء اسمه كبش الفداء، يعني دائما عندما يكون في إشكال يعني يكون المسؤولية مشتركة. أنا عندنا مسؤولية تجاه هذا المحسن اللي فهم أنه الإنفاق مناسباتي. عندنا إشكال في الجمعية التي أصبحت ترى المحسن ينبغي أن يمشي معها في كل خطوة من غير أن تستثمر ما يقدم أو تضع موارد ثابتة أو تقدم بدائل. كيف نغير هذه المفاهيم؟ نحتاج إلى عمل. أنه الآن أنك جمعية ما يقدم لي أحتاج أن أبين للمحسن أنه بارك الله فيك فيما قدمت، لكن قد لا أحتاجه. نحن عندنا تجربة في معهد إقرأ، مثلا مرة تفتح الباب لإكرام الأطفال في الهدايا فتجد أنه ممكن يأتونك بهدايا تفوق ما تحتاج إنفاقه خلال شهر أو شهرين، لكن مقابل ذلك أنه ممكن بعد الشهر القادم لا تجد ما تدفع به للأساتذة. إذن فأحتاج أن أبين لهذا المحسن بارك الله فيك فيما تقدم في هذا، نحن عندنا ميزانية ثابتة ينبغي أن لا نتجاوزها، وأنا أحتاجك في هذا المكان. ما يقدم لي في لحظة لا الإسلام نهى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن السفيه ممكن تعطيه الآن مليار ينفقه، فحاشا للجمعية أن تكون هكذا. يعطيني الآن توفر عندي مبلغ كبير ليس بالضرر أن أنفقه اليوم أو أن أبحث عند من أنفقه، يعني ممكن أن أستثمره. الآن نجد في التخطيط المالي يعني وقمت بدورات في هذا المجال فتجد أن الغربي البسيط مدخوله الشهري ما ينفقه يعني في الأساسيات وفي الكماليات ثم ما يدخره وما يستثمره، يعني تكون عندي هذه الثقافة. الآن ما يقدم لي إلى الجمعيات مول أرجع أيضا إلى ما تفضل به الأستاذ يحتاج إلى تكوين، يعني من يمشي معي يفهم أنه عليه أن يكون منتج حتى هذا المحسن يحش أنه أثقلت عليه، بالعكس يفكر أنه ذيك 100,000 هناك طريقة للتعامل مع المحسنين أيضا. طريقة يتكون فيها ربما العامل في المؤسسة الخيرية. يعني النقطة المهمة اللي أختم بها يعني هذه الفكرة وهي إشراك اللي تفضلت به الأستاذة، إشراك المدعوين في الدعوة، إشراك المحسنين في العمل، لأن المحسن صار يعني طرف خارجي يعني يقدم لك العمل وانت طرف خارجي تطلب منه من غير معرفة بظروفه المادية. أما إذا كان مشترك معك في القضية يعني هو يخطط معك، لأنه مرات هذه النقطة اللي أختم بها أنه تجد الجمعية تفكر بمعزل عن المحسن ثم تعرض عليه مشروعها والمحسن
يخطط بعيد عن الجمعية، وبالتالي ممكن مرات أنه نجد إشكال السيولة، يقول لك أنا مستعد أمشي معك لكن ليس في هذا الوقت لأن نهاية السنة، لكن لو كان في إشراك، لو كان في إشراك ما يكونش هذا الإشكال. المحسن يقول لك أنه هذا المشروع يؤجل إلى بداية السنة، يكون عندنا مثلا صفينا حساباتنا، يكون عندنا مداخل، يكون مدة زمنية نقدر أن نوفر لكم كذا، فهذا ضروري جدا. نعم بارك الله فيك أستاذ عيسى، ما تفضل به الأستاذ، هل هو راجع ربما هذا الإشكالية هذه التي نحن فيها، إشكالية الوقف والاستثمار وكذا، هل هو غياب استراتيجية واضحة للمؤسسات الخيرية أم هي خارج عن نطاق المؤسسات الخيرية أن يكون لها مورد ثابت؟ نعم. حينما نقول نتكلم عن الوقف ونقول موارد، هو ليس لمصلحة الجمعيات أكيد. وليس لمصلحة شيء، ولعل الشيء واقع وهذا الذي أشرت إليه في المساجد واقع فيه، سوف أعود إليه بعد قليل. الأوقاف مثلا يعني نبدأ من الصغير، ولكن فيه أوقاف، الأوقاف تقوم على أموال معتبرة لا تقوم على أشياء بسيطة. أعطيك على سبيل المثال، أعطيك نموذج العاصمة في 5 ملايين، مساجد الكبرى على مستوى الوطن كل الناس يقصدها الآن. المحسن مثلا، أنا أتابع هذا الأمر منذ ما يقارب 30 سنة، لأن الذين يرافقون المرضى من الصحراء تجد أسبوعيا ما لا يقل عن 1000 شخص على الأقل يرافقون المرضى، لا يجدون أين يبيتون، لا يجدون القوت. إذا جاءت بطائرة من تمرس 3 ملايين للشخص الواحد، إذا كان معه مريض 6 ملايين، بعدين أين يقيم؟ لا توجد في المستشفيات الرسمية، لا توجد. إذا هذا يحتاج إلى أوقاف. فيه أناس محسنين طيبين خصصوا من دورهم، خصصوا غرفة، خصصوا غرفتين. نحن كجمع نتحرك، لكن أن تحصل على الشقة في العاصمة يحتاج إلى مبلغ. هذا الذين أود من أن يكون الإعلام شريك فيه، ويكون المحسنون رجال الأعمال شريكون فيه، لا يعطون في وقت معين. ثم حينما تعطي وقف مثلا الأوقاف الأماكن مثلا أو البنايات هي أهم شيء، مثلا يكون المشروع لا توقف لجمعية من أجل كونها جمعية، ولكن الجمعيات العمل التطوعي هو الذي يسير هذا. أقول إن المساجد اللي أعود إليها، أقول مثلا السادة الأئمة أود أن أنبههم، أكبر من أن نبههم، ولكن نحن في مجتمعنا نبنيها كأطراف كل. مثلا الوقف يتكلم فيها عن المساجد، الوقف لتنمية المجتمع، لقضاء الحاجات. صارت المساجد هي نهاية الوقف، الوقف إلى يذهب آتي به المساجد. فالمسجد هو عبارة عن ورشة لمهمات الاستثمار في البشر، شار مستقبل لآلاف للأموال من أجل زخرفة الحجر. مسجد ب100 مليار ومسجد ب50 مليار وكذا. صحيح أن المساجد لابد لنا أن نبني، ولكن لا ينبغي يتوقف معنى الوقف عندها. الوقف في الآبار، الوقف في البناء، مجالات متعددة، الوقف في المرضى الآن، الأمراض الفتاكة الكبيرة جدا. نتكلم عن الجزائر فقط، ناهيك عن الوافدين الذين يأتون إلى الجزائر ويحتاجون منا. نحن بلادنا كانت تصدر الأوقاف حتى للطير والحيوان، وفي الجزائر بالذات ليس في دول أخرى. فإذا به الآن صرنا قاصرين على أن نوفر إقامة للمرضى الذين يأتون من بعيد، يعمل فحوص ويقول له انتظر أسبوع. عندنا أيضا كجمعية الآن المرضى الذين يحتاجون إلى كشوفات، نعرف الجهاز الأخير يعني 2 مليار، هذا من أين يأتي؟ لابد من رجال الأعمال تتفاهم هذا ويكون تسيير طوعي ومن أناس متطوعين. الناس المختصين الآن يقول لك نحن جاهزين، يعني صاحب الكشف وصاحب قراءة الكشوفات وكذا وكذا، بإمكان الجمعية أن تنظم، ولكن الأجهزة الأساسية البناء لابد أن نشترك فيها. فيكون يشترك فيها الإمام، يشترك فيها الإعلام، يشترك فيها رجال الأعمال، من أجل أن هذا أمر تحاسبنا الآن. مثلا حان موعد أذان صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الصلاة على وقتها، رواه البخاري. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية. هذا الأمراض، وأحيانا نحن على أبواب وكثير من الهيئات تبشر بأخبار الأمراض الآن صارت سريعة، وصار حتى يعني تصدير الأمراض والعياذ بالله يعني الآن بعض الدول والجرثومات من حين لآخر، هذه إنفلونزا هذه كانت. نعم. فكيف الجمعيات تكون لها الجاهزية من تتلف هذا إذا لم تكن لها هياكل ولها كوادر مدربة على هذا؟ هذه التجهيزات وهذه الهياكل وهذه الكوادر أيضا لابد للمؤسسة للمؤسسة الخيرية لابد أن يكون لها طموح أيضا في التطوير بطبيعة الحال. يمكن ليس هناك محدودية في التفكير ولا الطموح. نعم طبعا لا أكيد أكيد هذا الذي يستوعب هذا. نعم. والذي يستقبل إذا لم تكن له خطة، إذا لم تكن له رؤية. نعم. إذا لم يكن أفراد المتطوعين، وأنا قلت في بداية المداخلة أنه إذا لم يكن المتطوعين كلهم لهم رؤية مستمرة ولهم رؤية بعيدة. نعم. العمل الخيري موحدة. ومؤسسي. نعم. الذي يريد أن يعمل العمل الخيري وحده ويريد أن يقوم به يعني بشيء خرجة جديدة، هذا ما هذا من الهوات. الهوات مقبول الهواية في بداية العمل في أي شيء، ولكن إذا كانت الهواية لا تبني عمل ذا بال حتى في الأعمال الدنيوية، ما بالنا في عمل خيري يقوم على الناس تعطي من حر مالها وتريد أن تصل به أعلى الدرجات. فلا بد أن يكون برؤية، ولا بد لجمعيتنا، أقول هذا يعني النقد الذاتي، أن الكثير من الجمعيات تقوم على محاكاة وليست على رؤية وعلى مقاصد. أنا أمامنا مثلا جمعية أو اثنين أو ثلاثة قال في العاصمة لا بد أن تكون، أعجبتني بعض الجمعيات فكرت أن يكون مستشفى لمرض السرطان، ولكن يا ناس قبل أن نفكر في مستشفى مرضى السرطان الآن المستشفى الأمراض المزمنة. نعم. الآن أصحاب يعني لتصفية الكلى غيرهم الآن لا يجدون أن يقيمون، يعني الآن بحاجة إلى منازل فقط. نعم. بحاجة إلى إقامات إلى مراقد فقط، لا نجد من يتكفل بهذا، ونحتاج المئات في الجزائر العاصمة لوحدها. لكن يمكن أن نبني المنازل في مستشفى أمراض السرطان ربما. نعم. ربما مستشفى مشروع امراض مستشفى أنا امراض. نعم انا قلت الطموح وشاركه. نعم. ولكن هذا الشيء كبير، يعني انا عارف ان مستشفيات مكافحه السرطان هي مشاريع دول يعني. نعم. ليست ببسيطه يعني، وانا متابع اعي ما اقول متابع لحتى بعض الدول التي اقامت عليها جمعيات، كانت دول مساهمه معها، كانت منظمات دوليه، كانت اوقاف ضخمه لها يعني، فطموح مشروع، لكن الواقعية تتطلب منا المزاوجة بين النص والواقع وبين الطموح الطيب وبين الإمكانيات، لأننا حتى نكون مثل ما ذكر الأستاذ قبل قليل قال فيه بعض الاستثمار وبعض الأوقاف التي نحققها من عائدة بسيطة يستثمرها صاحب العمل لوحده لن يحتاج مؤسسة، ثم هكذا يعني واحدة وراء واحدة، ولكن لا بد أن يكون فيه مشاريع وتكون فيه رؤية. والله الموضوع يا طول وذو شجون أنت تفيد المشاريع الشيء يعني. الله فيك وإن شاء الله يكون عندنا حلقات أخرى إن شاء الله في مثل هذا الموضوع. أشكركم أساتذتي الكرام. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا البرنامج. أشكر كل الطاقم العامل فيه وعلى رأسهم حمزة كمال ودليلة مولف سكريبت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.